السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هداية نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله كديرين لبس عليكم صحيحتكم لاباس اليوم إن شاء الله نقدم لكم العجين اللي كنت قلت لكم في اللايف اللي وعدتكم به واليوم إن شاء الله غنحطو لكم صراحة اللي كيجي كي أكثر من رائع وكيهنيكم من العذاب وتمارس صراحة عندوز على بركة الله غنقدم لكم مقادير كنحتاجو هنا جوج كيلو ديال الدقيق الكميه كتبقى على حسابكم بغيتو كيلو بغيتو جوج كيلو بغيتو 3 يعني على حساب نتوما شحال بغيتو ديال الدقيق كنحتاجو هنا الماء دافي كنحتاجو هنا اربعه المعالق ديال السكر السنيده كنحتاجو لواحد المعلقه ديال الملحه كنحتاجو جوج كيسان ديال الحليب غبره كنحتاجو لجوج معالق ديال الخميره ممكن حبيبات ممكن معجونه ندوزو على بركه الله الطريقه بسم الله كناخذوا هذا السكر كنضيفوه على الدقيق كناخذوا هذه الملحه انا عابره هنا معلقه كبيره او لا على حسب الذوق المهم انا درت معلقه كبيره غناخذوا هنا جوج معالق كبار ديال الخميره راه قلت لكم ممكن انكم ديروا حبيبات ممكن ديروا الخميره المعجونه يعني ما كاينش المشكل وعندي هنا جوج كيسان ديال الحليب مجفف اللي صراحه اللي كيعطي كي لهذا العجين واحد صراحة كيجي زوين في هاد العجين وكيخليها مقطنة وزوينة صراحة دابا غنخلطو هاد المكونات مع بعضياتها كاملة ندوزو ان شاء الله باش نعجنو العجين بسم الله غنبداو نضيفو في هاد الماء دافي بشوية بشوية كيف كتشوفو المهم بغيتو تعجنوها فاش ما بغيتو تعجنوها غتعجنوها بغيتو في القصرية بغيتو في العجانة يعني فاش ما بغيتو تعجنو غتعجنو المهم انا كنخلط غير في هاد البول وكنعجنها فوق سطح العمل كيف كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالي غندوز ان شاء الله باش ندلكها كيف كتشوفوا المهم ضروري كندلكوها مزيان يعني باش تعطينا نتيجه زوينه ضروري من صافي اللي بغى يعجنها في العجان يعجنها اللي بغى يعجنها في القصريه يعجنها يعني كيبقى لكم الاختيار كل وحده فاش كتعجن غتعجن انا عندي العجانه ما عطاش ليا ديك الكميه داكشي علاش المهم ندلكوها مزيان كي كتشوفوا بهذا الشكل كيف كتشوفوا من بعد ما دلكت العجين ديالي غندوز ان شاء الله باش نضيف لها الزبده راه كيف قلت لكم الزبده اللي بغيتو تضيفوها تضيفوها المهم انا كنضيف غير ديال البواطه هكا هي اللي كنضيف غنضيف اربعه المعالق يعني غندخل فحال هكا بجوج بجوج كيف ما كتشوفوا المهم راه واخا تشوفوا العجين كتلصق راه ما غتبقاش كتلصق حتى الدرجه ان شاء الله ما تخافوش منها من راه ضروري خصها تكون مرخوفه العجينه كيف ما قلت لكم باش تعطيكم نتيجه زوينه ضروري خصها تكون مرخوفه يعني صراحه هاد العجين غتهنيكم وما يعني واخا نقول لكم راه زوينه راه هذا يعني حتى غتجربوها ان شاء الله عاد غترتاحوا غتقولوا راه مزيانه كنوا اكيدين انكم غتوليو مدمنين على هذا العجين يعني اللي كتسهل عليكم بزاف الخدمه يعني ممكن كما قلت لكم تخدموا بها كرواصه حلوه ممكن تخدموا بها المالح ممكن يعني اي حاجه ممكن تخدموا بها واللي زوين فيها انك كتخبيها في المجمد الوقت اللي بغيتيها كتجبديها ماشي كل مره كتبقاي تعجني 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 هذه عجني مره واحده وحطها في المجمد كيف كتشوفوا بعد ما دخلت هذا العجين الزبده كنبدا ندلكها بهذا الشكل هذا يعني كيبقى لكم اختيار بغيتو ديروها ديروها ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش المهم انا كتعجبني هاد الطريقه علاش حيت ما كتخلي لي العجين كتجي مهويه من الداخل وصراحه كتجي مشهده يعني غير جربوها ان شاء الله راه غادي تجيكم مزيانه كيف من بعد ما دلكت العجين راه ما بقات كتلصق كيف كانت قبيله يعني ما حدا كدار وهي كت كتجمع يعني ما كتلصق بدك الطريقه اللي كانت كتلصق بها قبيله شوفو غادي ندهنها بشويه ديال الزيت الزيت غير روميه صافي غنغطي عليها وغنخليها على جنب يعني حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان ونرجع معكم ديك الساعه ان شاء الله من بعد ما يتضاعف الحجم ديالها كتشوفوا العجين ديالي من بعد ما خليته حتى تضاعف الحجم ديالها صراحه يعني هذه من بين التحضيرات اللي كنحضر في رمضان ويعني كتنفعني بزاف وبلا رمضان يعني بلا رمضان كتسهل عليك وقت اللي بغيتي شي حاجه تعمريها تشهيتيها يعني كتجبديها صراحه زوينه هذا العجين بزاف وكتهنيكم كما قلت لكم من العذاب يعني ماشي كل مرة عجن عجن كتهنيك يعني من من المالح كنصيب بهم برجر يعني اي حاجه بغيتي تصيبو بها كتصيبو بها هاد العجين صراحه كتجي زوينه بزاف نأخذوا هاد العجين ديالنا وغنقسموها ان شاء الله باش نحتفظو بها في المجمد كيف قلت لكم انا غنحتفظ بها يعني وقت اللي كنبغيها راه كنجبدها على تسع حتى كترخف وكنخدم بها ان شاء الله صراحه راه كتهنيك يعني من العذاب هاد العجين يعني ماشي كل مره غتبقاي تعجني كيف قلت لكم غير جربوها ان شاء الله راه غادي تنال الاعجاب ديالكم واللي جربها يخلي في التعاليق انه جربها ان شاء الله وانه عجباته صافي غنقطعها القياس كما قلت لكم على حساب نتوما شحال بغيتو انا قطعت تقريبا على 9 ديال القطع دابا كيف من بعد ما قطعت العجين ديالي على القياس اللي غنحتاج ناخذ شويه الزيت وكناخذ السولوفان كندهن شويه السولوفان وكندهن شويه العجينه من الفوق باش ما تلصقش ليا وتجيني سهله من بعد ما نبغي نحيد السلوفان ما تلصق ما والو صافي وكناخذو السلوفان بهذا الشكل كيف كتشوفوا وكان نلويها مزيان علاش باش كي ما مت تشم حتى حاجه في المجمد يعني الا كانت شي ريحه ولا شي حاجه ما تدخلش ليا في العجينه كيف كتشوفوا نعاود معكم واحده اخرى صراحة يعني راه كتجي زوينة واخا لكم في هاد العجين ما غاديش يعني حتى تجربوا عاد باش غتعرفوا علاش كنهضر صافي كيف شفتو ومن بعد ما غتجمد لكم ممكن تحت تخبيهم ديك الساعه في شي ميكا كبيره ولا فاش ما كتخبيو في المجمد ديالكم غتخبيوه صافي كيف شفتو راه كنعاود اللوي على هذا الشكل المهم انا غنكمل العجين ديالي كامله ان شاء الله بعد و وارجع معاكم دابا كيف كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالي كامله بهذا الشكل في السلوفان دابا ان شاء الله غندوز باش نحتفظ في المجمد كيف ما قلت لكم ومن بعد ما غادي تجمد ليا ان شاء الله غنرجع معكم باش تشوفوها وهي مجمده ها هو الشكل النهائي ديال العجين ديالي من بعد ما تجمد كيجي على هذا الشكل صراحة كيجي غزال نتمنى ان شاء الله يعجبكم وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم وما تنساونيش بتشيع... تشجيعكم لي بجام وتبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم والناس اللي مازالين ما في القناه نتمنى يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله ونتمنى هذا العجين انها تعجبكم وانه يتسهل عليكم بزاف الامور والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله نبغي <applause> نقول لكم باللي العجينه اللي تبغوا تخدموا بها تجبدوها على التيساع يعني اللي بغيتوها في الصباح خصكم تجبدوها مع الفجر يعني باش تكون مرخوفه عاد باش تخدموا بها وبالصحه والراحه ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم